بعد صبحية يوغا عشوية شوبينغ في أكبر غيزو تونسي متاع مجازان وين نلقاو لكاليتي لتندانس وسوم المرفق. الشوبينغ في السر اللي فيك بتبيع في أشقة وين معانا زياد لستيليز دولا مارك اللي بشي علم تهيني شنو اللي واتيها وشنو اللي خرج السر اللي فيها. زيد عملنا دورة أنا وتهيني في المجازان، اخترنا كيلكوز أرتيكل وتوا وقايد باش نقيسو، ما قبل ما نقيسو باش تحكي لنا شوية عن المورفولوجي نتاع تهيني. دونك كيما قاعدة تلاحظ مروة اللي تهيني بلا ليني ديبول نتاعها ولا أكتافها أرض شوية من لي أونش. دونك سي تيبيكمون لا مورفولوجي أون في أو بيان أون بيراميد انفيرسي. موش ديفو، مي جوست لازمنا نعرفو كيفاش نحطوهم أون فالور. وأنت تهيني تعرف شكون من السيليبريتي عنده المورفولوجي أون في؟ حقيقة لا. فما الممثلة الأمريكانية كاميرون جاز والبومب أتوميك أنجلينا جولي، وكلنا نعرف أنجلينا قديش مزينة وقديش كي تلبس تحط القطعة اللي تلبسها أون فالور. دونك اليوم زيد باش يعلمك باش يعطيك كيلكوز أستوس كيفاش تنجم تلبس باش تحط بدنك والمورفولوجي نتاعك سورتو أون فالور. ميرسي. نخليوك تختار أنت تعمل سيليكسيون نتاعك باش نشوفو بلوز أو موا أنت شنو الحاجات اللي ترتاح فيهم وإحنا باش نحاولو نصلحو ولا نبنيو. داكوغ. اخترت هذوما. بس كيف ما تمشي بلا تالو ماكش ستيس ها؟ شملة. عطا كمشي في سواري ولا حاجة نقعد قاعدة ما نتحركش. ما تخافش تو حبيبي يعلمك كيفاش تمشي وتقف بالتالو. بأول حاجة قبل ما نشوفوا اللبسة وقبل ما نحكي ونعلقوا عليها سامحني زيد، يلزمك تعلم تقف ساعة كتفك تزهم التالي اكبس روحك كأنو عبد من هوني شادك. فهمتك. فهمت اخصخص كأنو عبد شادك من هوني. دونك اكبس روحك باش اللبسة انت تعطيها حقها وانت تظهر معناتها مزيانة في وسط اللبسة واللبسة تظهر كما يلزمها تظهر. باهي توا زياد عندك انت يلا. اوكي باش نديرك بالحاجات الباهية تهاني. دونك جفي كومونسي باغ لو سويت اللي انت اخترته. دونك قاعدين نشوفوا في الامبريمي انيمالي ليوبار سي لا غران توندونس. فما دي تكنيك معناها بلوز او موان كي تمس هذا سي لو فلوك سيريغرافي اوسي افيك لو ديتاي دونك دو مانش تو مانش بوفونت باردون. دونك جو تروف كو سي ان بون شوا مي احنا قلنا من الاول بكل مره كو سي لا مورفولوجي اون في او بيان بيراميد انفيرسي. دونك لهنا عندنا احنا ان سيلويت على باز ديزيكيليبري. احنا لهنا باش نحاولوا باش اكزاكتومون. دونك جو في كومونسي بالديتاي ديجا انت سيريغرافي معناها والكل سي ديجا اون في معناها احنا اون اكسونتوي الفي اللي عندنا. Or que c'est pas ça l'objectif. احنا en général qui نحكيو على morphologie en V, la partie à mettre en valeur c'est le bas. باش نعرضو شويه من لوطا باش plus ou moins هكاك يولي فما équilibre. معناها il faut dégager déjà l'arqba و il faut couvrir les bras. Donc en général لازمنا نختارو حاجات plus ou moins genre décolleté, col V, des chemises يبداو par exemple deux boutons محلولين هكاك visuellement باش يولي فما équilibre réussir exactement. دونك اون با انت اخترت ان بونطالون اون دينيم باش نحاولوا نبنيو على اللي انت اخترته باش نبدل لك الاو انا وهكيكا اوتوماتيكمون انت باش تحس الفرق. اوكي دونك دونك زيد العباد اللي يتفرجوا فينا وقت اللي تبدا عنا اون مورفولوجي اون في اون ايفيت تو سكي امبل اون ايفيت لي ماتيير الخشين من الفوق وديما نلعبوا من لوطا على لي كولور على الماتيير في البا دو كور هكاك باش اون كري لوليزيون اللي نبدا من لوطا اعرض باش نعملوا ايكيليبر بين لو او اي لو با حتى جونغ لي ماتيير اتيليزي دو بريفيرونس نختاروا دي ماتيير فلويد دي ماتيير ليجي هكاك باش يولي فما هارموني يولي فما ايكيليبر فيزيوال معناها كيما الالوزيون نحن اون ديري سحارة دونك نحاولوا نعملوا ايكيليبر بين الاو والبا. دونك تفضلي. ما عرفتش شنو هي صح
حاول مسكيناش تمشي بالتالون مسالش ما تخافش عطيتني أستيوس نقعد نتبع فيها شوية هاي بيك من هوني للي نكمل وإن شاء الله بقدر ربي تولي أمورك واضحة مع الليتر أوكي؟ لازم ما تتعلم تمشي بالتالون خاطرك يقولوا في مينيتي يقولوا تالون ولا دي زيسكاربان donc je vais commencer tout d'abord avec la veste. C'est une veste tailleur avec le détail de la couleur burgundy. C'est it's must have, معناها donc حاجة لازم تكون في الغاردروب نتاعنا. كل مرأة وكل طفلة. Oui, donc la veste tailleur. Mais احنا on a osé quand même genre la couleur. Bien sûr, quand on dit احنا it's must have, donc c'est du classique. Automatiquement, nous mettons la veste tailleur en noir. Donc on a osé la couleur. En dessous, donc, on a opté pour une chemise à rayures verticales pour allonger le buste. Donc, il faut éviter tout ce qui est des rayures horizontales. Par contre, le tannage, on a le sol horizontal. Tout à fait, il y a le parti. Ouais. Il y a le parti à mettre en valeur, il y a le bas. Hakika, je trouve que c'est équilibré, donc la silhouette elle est là. Najmou, il y a juste une touche de fantaisie ou alcool. Najmou, il y a une veste. نحطوها جوست على جوست تحطها على لي زيبول هكيكا حتى وحدها زيد هكا سافا شفت بالحق معناتها اون كري فريمون ليليزيون تاع اون جري لا لا مورفولوجي لا مورفولوجي دونك كوم سا حتى لو ديتاي اون فيت حاطين لي دو بوتون الفوقانيين محلولين سي اكسبري خاطر نحن قلنا الفو ديجاجي دونك الرقبه اكزاكتومون فيزويلمون فما ولا فما فما ان سيلويت بيان اكيليبري هكا محليك دونك اون فام شيك ان معناها avec les touches d'actualité avec les détails هذو صغار قداش يبدلوا معناها ميرسي والله وليت تعرف تمشي بالتالون تحسنت شويه على اول مره كمان يحرز راسي يستع مروه هو الاوبجيكتيف انك تعلم كل شيء وي باهي دونك كيفاش الساعه تحس روحك؟ اي سا سي امبورتون سا سي امبورتون الحقيقه لا شانجمون كبير كيفاه شنو الحاجه اللي حسيتها تبدلت فسر لنا اول مره نلبس هيك عليه نحس كلي كي نلبس موديل هذا نحس في روحي ما يوتيكش ما يوتنيش خاطر الوقفه تبدل كل شيء فهمتك فهمت دونك جو في كومونسي تو دابور بالشميز روز بودري كما قلنا بكري il faut dégager لازمنا نظهروا الرقبه هكيكا و il faut couvrir les bras ça c'est important pour la morphologie en V on a opté aussi pour un gilet en maille c'est de la grosse maille et en bas ça c'est important par contre مروة détail اللي هو احنا il faut éviter معناها من الحاجات اللي ما لازمناش نعملوها اللي هو ni utiliser des accessoires des ceintures معناها pour marquer la taille على خاطر سي اون با ماركي لا تاي هكيك باش يولي عندنا مشكله في الباس سورتو واحنا لهنا معناها باغ كونتخ اون بو معناتها ميتر ديكولي هكيك اون با فيمينيزي لو لوك ما عرفتش اسكو انت تحكي على لي سانتور ولا تحكي على لي سانتور وي نحكي على لي سانتور انا بور ماركي لا تاي il faut éviter plus ou moins genre les pantalons اللي هما ياسر تاي اوت معناها على هذاك انا اوبتي بور ان بونتالون تاي باس تاي باس افيك لو ديتاي دو دو بون دون سومي لي كوير في لي كوتي هكيك دو ان معناها بور الونجي لا سيلويت De deux, le fit نتاع le pantalon, donc c'est la coupe jogger, c'est hakika pour créer qui m'a rendu l'illusion visuelle, il y a une silhouette bien équilibrée, pardon. En plus, نحب juste نقول لك حاجة اللي راهو chez HA, look le collo il dépasse pas le 100 dinars. Donc c'est accessible, c'est pas cher du tout, ou je trouve que c'est chic. ما نعرفش انت كيفاش تشوف روحك تهيألي انا عجبني انا اللوك عجبني عليها جوست ديما نحب نفكرها وهي ديما تفكر روحها في الوقفه خاطر اذا كان راك وقفت سافا با راه وكل شيء يتيح في الماء دونك ديما عس على روحك رقبتك هز رقبتك هز كتافك و معناتها سوا فيغ دو توا تمشي في الشارع اش ذبانا فهم في الدنيا كان انا مالها بكري قلنا الفو اوبتي بور دي شوميز ولا دي ديكولفي هكيك بور ديكاجي صحيح الوقفة يا بنت يهديك فوالا بربي ارجع كيما تقف في العادة ارجع هكا باهية تحسنها هكا عليها ما قيتش شكون تحسنها تنجم تحسنها يلزمك انت تسنس روحك باهي دونك كيما قلنا بكري مروة الفو ديكاجي لو كو هكيك بور كري ليليزيون فيزويل هذا نتاعنا اللي نحبوا نوصلوا له نحن بور ريكيليبري لا سيلويت Donc on a opté pour une robe chemisier avec le détail de boutons métalliques. Donc qui m'en a fait les effets métalliques, c'est la grande tendance.
avec le détail aussi de la ceinture pour c'est pas pour marquer la taille معناها والكل mais plus ou moins pour séparer le haut et le bas à بعضهم. Je trouve que bah c'est un look هكا léger, خفيف, light. يخدم يهز يجيب يقضي القضيات براتيك براتيك وشيك وسامباتيك سورتو لا كولور وي سامباتيك سورتو لا كولور وي سورتو لا كولور والكل دونك حسيت هكا عطاك هكا ان كو ديكلا او ميم طون اون راجونير جونغ طون بروفيل باسكو سا سي امبورطون خاطر تحسك ديجا مع وقتك والكل تو دون لير اللي انت هكا ديما فاتيغي دونك يكبرك دونك اي اون سوي لا توندونس او ميم طون على خاطر الكولور هذايا ياسر معناتها تري على مود دونك سامباتيك دونك شنو رايك تهيني؟ هما الحقيقة ثلاثة مزيانين حرت انا فيهم انت انا هي اللي تحس روحك مرتاحة فيها أكثر الدوزيام ثانية باهي أما نحن رانا ما نحبوكش تكون أما نحن ما نحبوكش تكون مرتاحة دونك 100% نحبوك فيجوالمون استيتيكمون أكثر راحة دونك مرة في بالي متفاهمين؟ متفاهمين دونك ديما عس على روحك رقبتك هز رقبتك هز كتفك و معناتها سوا فيغ دو توا كي تمشي في الشارع ايش الشاذب بينا فما في الدنيا كاملين مالا بكري قلنا الفو اوبتي بور دي شوميز ولا دي ديكولفي هكاك بور ديكاجي صحيح الوقف الوقف يا بنت يهديك فوالا بربي ارجع ارجع كيما تقف في العاده ارجعك هكا باهية كنت تحسنها عليها ما قيتش تكون تحسنها تحسنها تنجم تحسنها يلزمك انت تسنس روحك باهي دونك كيما قلنا بكري مروة الفو ديجاجي لو كو هكاك بور كريي هالليلوزيون فيزويل هذا نتاعنا اللي نحبوا نوصلوا له نحنا بور ريكيليبري لا سيلويت دونك اون اوبتي بور اون روب شيميزي افيك لو ديتاي دو بوتون ميتاليك دونك كيما نعرفوا لي زيفي ميتاليك سي لا غران توندونس avec le détail aussi de la ceinture pour c'est pas pour marquer la taille معناها والكل mais plus ou moins pour séparer le haut et le bas à بعضهم je trouve que bah c'est un look هكا léger خفيف light يخدم يهز يجيب يقضي القضيات براتيك براتيك وشيك وسامباتيك سورتو لا كولور وي سامباتيك سورتو لا كولور وي سورتو لا كولور والكل دونك حسيت هكا عطاك هكا ان كو ديكلا او ميم طون اون راجونير جونغ طون بروفيل باسكو سا سي امبورطون خاطر تحسك ديجا مع وقتك والكل تو دون لير اللي انت هكا ديما فاتيغي دونك يكبرك دونك اي اون سوي لا توندونس او ميم طون على خاطر الكولور هذايا ياسر معناتها تري على مود دونك سامباتيك دونك شنو رايك تهيني؟ هما الحقيقة ثلاثة مزيانين حرت انا فيهم انت انا هي اللي تحس روحك مرتاحة فيها أكثر يا باش تركب لتهيني دي كابسول وتعمل لها جيل باش تطول لها ظوافرها اللي كانوا مقصوصين على الآخر بوز فيرني بيرمانون وهكا يولي وظوافر الكانديدات نتاعنا تهيني حس ما قاعده نشوف شعرك شايح برشا دونك باش ننصحك بالجام اي سي في ليكستراوردينير اللي هي جام بور لي شوفو سيك ا تري سيك اللي ا باز دو سيز ويل دو فلوغار دونك تغذي شعرك من لي راسين حتى لي بوينت الجام هذه فيها لو شامبوان لا بري شامبوان الماسك بديل الزيت اي لا كريم كوفونت الجام هذه تنجم تلقاها ونس كل نجمو يلقاوها في لي ماغازان الكل ولي بارفوميري زيد بديل الزيت نجم تستعمله قبل ما تغسل شعرك وتنجم تستعملها زيد زيدا على شعر الشيح وقبل ما تستعمل سيشوار زيدا فما لا كريم كوافونت اللي هي لا بروميير كريم كوافونت بور لي شوفو سيك تنجم تستعمل على شعر الشيح زيدا ولا قبل ما تجبد شعرك بور كوافي لو شوفو ميرسي نجلة تهيني شعرها قصير مشي هي تطولو وانا شفت لي ستيكرز فرحت خاطر شو مفرحوها مالكوب كيفاش الطول الوين انت زيد تفسر لنا قلنا شنو باش نعمل تهيني بي بالنسبه لتهيني اليوم الفيزاج نتاعها ريكتونغولير الونجي عندنا لهنا لي مشوار دونك لازمنا نحاولوا نقصوا من الطول نتاع الفيزاج نتاعها ونقصوا من العرض نتاع لي مشوار دونك باش نعملوا لها قصه في الكوب اللي باش نحضروها اليوم باش نركبوا ستيكرز اما مانيش باش نخليوها طويله خاطر بالنسبه للفيزاج ريكتونغولير الونجي ما يواتيهاش شعر طويل دونك باش نخليوه كوب كاري اي في لي ديغرادي بيسك احنا لهنا الماس هذه فارغه حاجتنا باش نعبيوها وهي ديجا قالت قصته خاطر مترشق واحنا اليوم الكولوراسيون وهي تحب تعمل فاتح دونك احنا اليوم زيد الكولوراسيون ما نجمش نفتحو خاطر لي شوفو تري فان لي شوفو تري فان
معنا ما نكذبش عليك ماذا بيا نمشي في الاكاجو في الغوم معنا اللي مش باش يتعبوا لها شعرها مش باش يتعبوا لها شعرها اون بلوس دو سا الغسيل نتاع شعرها غامقه حتى بعديك كي طويل شعرها ما تلقاش مشكله كبيره تمشي تجري تصبغ اذا ما تعاود تصبغ شعرها كل شيء ديجا حتى مع الكولور دو بوم تاعها راهي واتيها برشا احنا اليوم شونجمون باش يصير اكثر في الكوبرا هو اي جوستمون Voilà. لي ستيكرز هما الحل الاسرع والاحسن باش نملاو الشعر وشعر تهاني ناقص برشا فوليوم وخفيف بالقدا بلي ستيكرز ايمن باش يبدل شعر تهاني في وقت قصير بعد ما يركبوا لي ستيكرز نخدموا الكوب اون كوب افيلي ديغرادي باش نزيدوا في فوليوم الشعر انكور بلوس وباش نعملوا كونتورينغ لوجه تهاني ويزيد يولي عندها ان لوك جون وفخي لا كولور اليوم اوريجينال وتندونس اكاجو على الاوبرجين لون ما يبعدش على الكولور ناتوريل اما يزيد يظهر لون عينين تهاني ويضوي لها وجهها اكثر خذيت لا كولور ولازمنا نغسلوا الشعر وبما انه شعر تهاني شايح باش نستعملوا لا جام لوريال السيف ويل اكسترا اوردينير اللي فيها 6 زيوت نتاع دي فلور خار باش نغذيو ونحميو الشعر من الغسيل للبوينت تهاني حاضرة مش في روحك؟ أيه شنو تتصور عمل ليلك في شعرك؟ نحس في فوليوم أيه أما متشوقة نحب نعرف كيفاش الفوليوم هذا وكله وين تحس الفوليوم؟ نحس في شعري تعبى باه تغمض عينيك مش نحسب الواحد اثنين ثلاثة كي نقول ثلاثة تحل عينيك دهك عفو ما تحلش عينيك حتى لين نقول ثلاثة أوكي أوكي؟ أن دو تخوا Impossible. Hey, Shari. Hey. I'm going to go to the store and buy volume. Merci beaucoup, vraiment. I'm going to go to the store. Hey. I'm going to buy volume. I'm going to buy volume. تحس روحك صغيرونة بالخدود وجهك ولا مدور تحس روحي صارت 5 سنين التالي لاني ماما ولا حتى شيء اي ظهرة صغيرونة ميرسي بوكو صحة غير يعطيك الصحة من فريمون ميرسي ميرسي بوكو اللي كل حبيت علي بالحق والله ما حبيناش الشعر يكون طويل برشا خاطر شعرك قصير وماهوش الكل فرد طول دونك ما نجموش نعملوا شعر طويل مي زدنا في الفوليوم باش رجعنا الوجه مدور باش خبينا شويه من الجبين باش ولا الوجه الكل بروبورسيونيل مع بعض فريمون عجبك والكولا كولير محلي ما فهمتوش شنو الكولير ما فهمتوش شنو اما محلي تفهموش فسر لها ايمن اكاجو على البرجي محلي وبالنسبة للفوليوم عملنا ستيكرز باش نظهروا الفوليوم في الشعر وباش يعطينا دورة شعبينا سورتو البارتي هذيا اللي دورت لنا الوجه وغطت لنا المشواق علاش حسيت روحك صغيرونة حسيت روحي صغيرة والقصة بيصير باش تصغر لك شوية في الجبين محلاه فريمون محلاه صحة ميرسي بوكو صحة صحة عطيني كوفني حاجتي بيه صحة ميرسي بوكو